بنقل الواقع الليبي والمأساة واصلة لفين الله علشان توصل لسيادة الرئيس، فسيادة الرئيس السيسي يقول له ياخد قرار اللي هيتم العمل هناك. الله ينور عليك. بدل لان هقول لك حاجه، في ناس ما احنا كان في ايام ازمه احنا رحنا تركيا وانا رحت هناك بعد. نعم في ناس نعم. طيارات ابعت ادويه ابعت اغذيه بطاطين، طب وبعدين؟ لا ده بقول لك احنا وصلنا حتى لدرجه كان يوم في مناقشه. أيوة. المدارس بتاعت للاطفال الليبيين دول هيدرسوا بالكتب العربي ولا بتاعت مصر؟ والله بقول لك يعني هيتعمل مستشفى ميداني وهيتعمل مدارس وهيتعمل مناطق او خيم ايواء معيشه ومطاعم ووحده صحيه لكل واحده، زائد عناصر الانقاذ دلوقتي شغاله تحت البيوت بكلاب الحرب والمناشير عشان تطلع هذه الجسامين، واللي شغالين في البحر كمان يا فندم. ده لسه هقول لك بقى. جه بقى سياده الرئيس ادى قرار بالمسترال. المسترال دي ايه المشكله؟ ايه الميزه بتاعتها؟ انها هي سفينه قياده وسيطره وحامله طائرات مروحيه. نعم. بتشيل 10 طيارات مروحيه عشان تجيب انقاذ من البر وتدخلهم عشان يتعمل لهم العمليات. هذه طبعا مسترال وصلت قاعده طبرق النهارده. نعم. الحمد لله ودخلت. نعم. كانت شايله المعدات الثقيله اللي حرام تحركيها بره من ليبيا، من اسكندريه ولا من القاهره لحد ليبيا. فشالت لانها بتشيل حتى 400 مركبه. فكل الحاجات التقيلة راحت في المسترال عشان تنزل على طول وتنفذ عملها. الأوناش الكبيرة والبزرات والجرارات اللي حرام انها تمشي على الأسفل. المسترال فيها 2 غرفة عمليات. جراحة عامة. وفيها غرفة جراحة أسنان. فيها مجموعة جميع الأشعاعات السي تي كله موجودين فيها. مجهزة طبيا تماما. كله. نعم. فيها 69 سرير. نعم. وممكن ان تقوم باجلاء حتى 1500 فرد. الله. وعلاوه على كده بقى كلفت انها هتبقى مركز قياده لكل العمليه في ليبيا. لان كمان. هي مجهزه لكده، هي سفينه قياده. نعم. على فكره مدام عزه المسترات دي زي مدينه، دي مدينه كامله. ما انا فهمت كده برضه. انت فاهمه؟ فعشان كده هي هتقود العمليه كلها بتاعه الاغاثه. طبعا طلع معاها غطاسين. أيوة. من قناة السويس. أيوة. الضفادع البشرية. لأن طبعا حضرتك عارفة إن لما السيل نزل خد بني آدمين كتير، يعني النهارده بيقولوا حوالي 1000 قتيل حتى الآن موجودين في المية. موجودين في البحر. والمشكلة بتاعت معنا البحر فيديوهات يا شباب. أيوة. البحر لما نزل المية نزلت جاية بالطين البني من الجبال. فالمية بقت كلها بني. المايه لو كانت شفافه ما يبانش. المايه لو كانت شفافه كان هليكوبتر من فوق تطير وتطلع هنا وهنا وهنا. سهل. ايوه. فبالتالي اصبحت صعوبه كبيره جدا عشان تعمل هذا الكلام. نعم. الحاجه الثانيه بقى اتحدى لو كان في حد عمل حاجه. انت عارفه المشكله سببها ايه يا مدام عزه؟ كان في سدين. ايوه. السد الاولاني على مسافه 3 كيلو من البلد. ايوه. والسد الثاني بعديها من كيلو من البلد. أيوة. ده كان بيحجز مياه الامطار والفيضانات اللي بتحصل. نعم. فمن بعد رحيل القذافي ما فيش حد عمل حاجه ولا صيانه ولا بتاع، والنائب العام الليبي بيحقق النهارده.